تعتبر العلاقات المصرية الإماراتية في المجال الاقتصادي والتجاري نموذجا للعلاقات العربية والإقليمية وتعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية وتسهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار علاقات مصر والإمارات في المجال الاقتصادي والتجاري تعد نموذجا للعلاقات العربية والإقليمية إذ تعد سوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم بدورها تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن سبعة مليارات دولار وأكثر من سبعة مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية بعد عام 2013 شهدت تلك العلاقات تقاربا وتعاونا بشكل مكثف وبالنسبة للتبادل التجاري، تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. كما تمثل دولة الامارات ثاني اكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، ويعتبر صندوق ابو ظبي للتنميه من اهم شركاء التنميه في مصر، فضلا عن تأسيس منصة استثماريه مشتركه بقيمه 20 مليار دولار عبر شركه ابو ظبي التنمويه القابضه وصندوق مصر السيادي. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، كما تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات من بينها النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء.